قامت منظومة وطن بإطلاق حملات متفرقة لقطاف الدم في شمال غرب سوريا. نحن الآن متواجدون في منطقة دركوش، حيث قام بنك دم سلقين مركز وطن 4 بالتنسيق مع مشفى الرحمي في دركوش لإطلاق حملة للتبرع بالدم في مدينة دركوش وريفها والمخيمات المحيطة بها. تهدف الحملة لتأمين عدد أكبر من وحدات الدم ومشتقاته بهدف تأمينه لمرضى السرطان ومرضى التلاسيميا، أيضا لمرضى الحوادث والإصابات الحربية أو أي مريض متواجد في المشافي بحاجة دم يعاني من فقر دم أو أي حالة مرضية. أخي الكريم، امبارح حكوا معنا شباب من هذه المنظمة ومحتاجين هن دم، فنحن إن شاء الله يعني لبينا النداء في مخيم الأمل، والشباب اليوم شرفونا هلا من شي ساعة اجوا. وبالنسبة لموضوع المخيم، والله يشهد الله الناس ما قصرت يعني، وإن شاء الله كله في سبيل الله، إن كان لمرضى سرطان وإن كان لحوادث سير، إن كان لأي شيء، إن كان لجريح. اجت لعنا المنظمة هون على المخيم وصاحب الجامع انه اللي بيتبرع بالدم، وجينا ومنه يعني بننقذ حياة شخص بحاجة لدم، ومنفيد انفسنا ومنفيد غيرنا وبتنشط الدورة الدموية، وفي كتير امور يعني بتفيد الجسم. والله يجزيك الخير. شو بدك تبرع بدم؟